أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم المناطق باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث هطلت زخات متفرقة من الأمطار في المرتفعات الجنوبية الغربية، بينما ساد كما ذكرنا طقس مستقر في باقي المناطق، وانتشرت كميات من الغيوم العالية في المنطقة الشمالية. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة يكون طقس غالبا صافي 11 درجة مئوية، الملموسة 10، الرطوبة منخفضة نوعا ما، أما الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر ومشمس، سكاكا 23 إلى 9 درجات، تبوك 25 إلى 12، وعرعر 22 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 31 إلى 19، جدة 32 إلى 24، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف 25 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 19 إلى 11، أبها 21 إلى 9، جازان 29 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 27 إلى 12، حفر الباطن 24 إلى 11، والإحساء 27 إلى 11 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 25 إلى 13، بريدة 24 إلى 9، وحائل 22 إلى 9 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.